السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قال الرئيس الدوري الجديد للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة صالح والحنانة إن موريتانيا تعرف أزمة اقتصادية وسياسية جعلت البلاد تعيش ظروفا وصفها بغير الطبيعية. وعبر الحنانة خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط لتسلم رئاسة المنتدى عن الاستعداد للحوار مع النظام شرط أن يقدم من الضمانات ما يؤشر على جديته في ذلك. احتج عدد من الشباب الموريتانيين أمام الوزارة الأولى بنواكشوط مطالبين السلطات الموريتانية بالوفاء بالعهود التي قالوا إنها وعدت بها بشأن تشغيلهم بعد خضوعهم للتكوين. وقال الشباب إنهم أمضوا أشهرا من التنقل بين الوزارات وإنهم لم يحصلوا بعد على مطالبهم، متهمين الجهات المعنية بالمماطلة. وصف رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي يعقوب اللمين سياسة محاربة الفساد في موريتانيا بالفاشلة. وقال اللمين خلال لقاء نظمه حزبه بمقاطعة عرفات إن جميع المؤشرات الاقتصادية مقلقة وإن رد الحكومة الموريتانية بشأن غلاء الأسعار كان مضحكا. نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى تشاوري حول أولويات التنمية، شارك فيها عشرات الفاعلين في المجتمع المدني إلى جانب ممثلين عن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وقال الأمين العام للوزارة إن التشاور يشكل أولوية لدى الحكومة الموريتانية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية. نهاية الموجز، يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.